بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولا، حياكم الله وأهلا بكم في منصتنا، منصة المستقبل المشرق التعليمية. معكم الأستاذ عبد الرحمن عمر. وبعد ما انتهيت من شرح منهج الدوري الأول، هنتقل لأهم خطوة ولأهم مرحلة قبل الاختبار، وهي حل النماذج السابقة. وهذا أحدث نموذج، هنحل أحدث نموذج لاختبار مادة الرياضيات، وكل النماذج تحصلوها في مكتبة الأندلس. واللي حاب يشترك معانا في الدور الثاني يقدر يتواصل معايا على الرقم الموجود هنا، وفي عروض حلوة للاشتراك. طيب، هنبدأ في حل نموذج العام الماضي الترم الثاني اختبار الدوري الأول. ننطلق وعلى بركة الله، ننطلق وعلى بركة الله. هم قالوا الاختبار من 8 إلى 9، يعني حددوا الاختبار ساعة، بس احنا حنشوف اننا حنحله في كم، مع الشرح ومع ومع التوضيح ومع الكلام، هتشوف نحله بكم. وبإذن الله يكون سهل، وأنا متأكد إن طلابي وطالباتي اللي فهموا مني ما راح يواجهوا أي صعوبة في حل هذه النوعية من الأسئلة. السؤال الأول عن الرينج، قل لي what is the range of the graph below، ما هو رينج الدالة التي وضحت أمامك. طيب، زي ما أقول إنه الدومين هو عبارة اني ادرس الدالة بالنسبة لمحور اكس، معناته اني حشوف عرضها، هل هي عريضة، هل هي سمينة، عرضها كيف. لكن الرينج حشوف طولها، حدرس الدالة بالنسبة لمحور واي، حشوف طولها، هل هي طويلة، هل هي قصيرة، حشوف طولها كم. فدي الدالة طولها كم، هذه الدالة طولها من 2، والاثنين داخل وتستمر وتنزل الى ما لا نهايه، او نقول الى سالب ما لا نهايه عشانها تحت. فالرينج نقدر نقول من 2، او الرينج نقدر نقول من سالب ما لا نهايه، دائما نبدا بسالب ما لا نهايه، الى 2 و2 داخله. نتاكد من الجواب، هل هو موجود؟ ايوه موجود، دي الله عليك، من سالب ما لا نهايه الى 2، لاننا درسنا طول الداله هذه، هي طويله قصيره وهكذا. طيب نروح للاكزامبل، للسؤال الثاني. السؤال الثاني عن تحصيل الدوال، قل لي أباك تدخل الدالة F في الدالة G. إيش هي الدالة F؟ إكس تربيع ناقص واحد، إكس تربيع ناقص واحد على 7. الدالة G of X 3 زائد X تحت الجذر التربيعي. إيش معنى هذه العلامة؟ معناته إنه هذه الدالة F بحدخل فيها الدالة G، تمام؟ كأنه هذا بطن ال F، وال F راح تبلع الجي بشكل هزلي يعني، فحدخل الجي جوا بطن الاف، تمام؟ فايش عند الاف؟ عند الاف هذا اللي هو اكس تربيع ناقص واحد على 7، فين اقدر ادخله؟ حدخله بدال الاكس، بدال الاكس حسيب فراغ ولا انسى التربيع، ناقص واحد على 7، تمام؟ هذا الحين هذه داله اف، حدخل فيها جي، خلينا احطها بلون ثاني عشان نعرف انه هذه دالة ثانية. والآن حدخل فيها جي، الجي ايش هي؟ 3 زائد اكس. دحين اجي ابسط واحل، اقدر اختصر التربيع مع الجذر، صح؟ فيصير عندي 3 زائد اكس ناقص 1 على 7. كيف اقدر ابسط كمان زيادة؟ عندي هنا 3 وعندي هنا ناقص 1، يعني يساوي 3 ناقص 1 يعني 2 زائد اكس على 7. خلاص خلصنا، ايوه والله خلصنا. شوف كيف الحل بسيط، الحل جدا 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 بسيط، هذا درسناه في درس تحصيل الدوال. طيب عندي هذا السؤال، قل لي اف الدالة اف اوف اكس يساوي الجذر الزوجي ل 25 ناقص اكس تربيع، وجي اوف اكس يساوي الجذر الزوجي لاكس زائد 1، فما هو الدومين اذا كانت الدالة اف مقسومه على الدالة جي؟ طب خلوني في البدايه نكتب، قال لي الدالة F في البسط، يعني البسط عندي 25 ناقص X تربيع، واللي في المقام عندي X زايد 1. طيب احنا بدرس تحصيل الدوال قلنا كيف نوجد الرينج، او قصدي كيف نوجد الدومين حق الدوال المحصلة. عندي حالتين، في حالة الجمع والطرح والضرب والقسمة، بإن نوجد دومين الدالة الأولى والدالة الثانية اللي الآن أمامي ونقاطعهم، يعني دحين حنوجد الدومين حق هذا وهنوجد الدومين حق هذا ونقاطعهم. يعني نقاطعهم يا حبايبي، اخذناه في درس العمليات على الفترات، يعني نجيب الجزء المشترك فيما بينهم. طيب معلومه هامشيه، لو
طلب، لو مثلا حصلت اف في داخل جي وطلب الدومين، فالدومين عبارة عن دومين الدالة الثانية زائد دومين الدالة، معليش مو زائد، تقاطع دومين الدالة الناتجة. تمام، هذا الكلام يعني لا تشغلوا بالكم الحين فيه لأنه ما هو متعلق بالسؤال هذا، بس حبيت أقول لكم هو. طيب خلونا نجيب الآن الرينج حق البسط وحق المقام. دومين البسط عشان انه دالة زوجية في البسط أقدر أقول له أكبر من أو يساوي صفر. طيب هذه عبارة عن دالة زوجية، لو ما كتب شيء معناها اثنين، عبارة عن دالة زوجية بس مو في البسط، في المقام أقول له أكبر من صفر بس ما أقول له أو يساوي، مستحيل أقول له أو يساوي لأنه المقام تحت مستحيل يكون صفر، فما راح أقول له يساوي صفر. تمام، فيلا خلينا أجيب الدومين حق اللي فوق وأجيب الدومين حق اللي تحت. حجيب اللي حق اللي تحت لأني أنا شايفه أسهل وشايفه إيش وشايفه أبسط. فنقول له يا أحباب قلبي x زائد واحد أكبر من صفر، يعني x أكبر من سالب واحد. خلصنا، يعني لو جينا مثلنا على خط الأعداد هنا عند الصفر، هنا عند السالب واحد، سالب واحد مفتوح يعني هنا هذا الجزء كله من ضمن فترة الحل، يعني أقدر كمان أقدر أقول له من سالب واحد مفتوح إلى ما لا نهاية، تقدر تقول له بهذه الصيغة أو بهذه الصيغة. طيب خلونا الآن نحل الدومين حق الدالة الثانية. حق الدالة الثانية إيش قال لي؟ قال لي جذر 25 بسم الله ناقص ولا زائد؟ ناقص إكس تربيع، أيوة هذه كلها تحت الجذر، قلنا أكبر من أو يساوي صفر. أنا عن نفسي ما أرضى على الإكس إنه يكون هنا، أحب كده شكلا إنه الإكس يكون هنا، يعني كل واحد حر، فأقول له كده وداخل قيم مطلقة أكبر من صفر، أنا كده بالنسبة لي شكلها مرضي، مرضي لي. فهذه الكمية كيف أبسطها؟ أقدر أتخلص من الجذر بواسطة التربيع، فأتخلص من هنا وأتخلص من هنا، حيبقى لي سالب إكس، خلينا أصغر الخط شوية لأن المساحة، حتخلص من داف ده، حيبقى لنا سالب إكس تربيع زائد 25 أكبر من أو يساوي صفر. الحين نقول 25 الناحية الثانية، عندي سالب إكس تربيع أكبر من سالب 25، قلنا سالب 25 لأنه أي شيء ننقله للناحية الثانية حنغير إشارته. يعني عندي سالب إكس تربيع أكبر من أو يساوي سالب 25، إيش الحل معاها؟ أنا دائما في أي معادلة أو أي متباينة في العالم هذا يكون هدفك إنك تخلي الإكس أو الواي أو المتغير يكون لحاله، إذا كان لحاله حيكون مبسوط، بس إذا كان معاه سالب واحد ولا ما راح ينبسط. فكنا نتخلص من السالب واحد، نقسم هنا على سالب واحد ونقسم هنا على سالب واحد. فخلينا نكمل الحل هنا، فلما نقسمها على سالب واحد حيصير لي اكس تربيع، وين حيصير لي؟ ما راح نقول اكبر من، حنقول اصغر من او يساوي 25. ليش قلنا كذا يا احباب قلبي؟ لانه زي ما قلنا في درس المتباينات الخطيه والمتباينات التربيعيه انه عند الضرب او القسمه بعدد سالب نغير علامه المتباينه. هنا جهاز انذار كبير يصدر دوي ويصدر صوت انه في هذه، انه هنا عندي ضرب او قسمه بعدد سالب هغير علامه المتباين. هنا كانت اصغر اكبر من او يساوي، هنا كانت اكبر من او يساوي، هخليها اصغر من او يساوي. تمام، طيب هذا المقدار كيف احله؟ اقدر احله ببساطه الجذر، هنا اجذر وهنا وهنا اجذر. هنا برضو في قاعده كمان مهمه مره معي، يعني اتوقع انه سؤال ثلاثة شويه سؤال يعني ما هو بسيط جدا، يعني ما راح يحله اي طالب او اي طالبه، وباذن الله انتم كلكم تحلوا. اي تربيع تخلص منه بواسطه جذر ما راح يخرج اكس هذا، هيخرج اكس القيمه المطلقه، وهنا اكبر من هنا اصغر من 5. وهذا المقدار كيف احله؟ قيمة مطلقة أصغر من عدد، زي ما قلنا إنه نسوي حاجة سميناها نظرية الحضن، لو ما أنتوا فاهمينها تحصلوها في قناة في القناة في درس القيمة المطلقة، ونسوي له نسخ لصق كأنه معانا الماوس، وسوينا نسخ لصق وسوينا لصق هنا، هنا كانت 5 هنا خليها سالب 5. تمام، معناته إنه الإكس محصورة ما بين سالب 5 ومحصورة ما بين 5. تمام، وتقدر تفهموها بشكل ثاني انه اي مخرج من الجذر حيكون مره سالب ومره موجب، هذه كمان طريقه ثانيه للفهم. ففتره الحل الاولى عندي هذه هي، فتره الحل الثانيه عندي هذه هي، وحسوي ما بينهم تقاطع
فعندي هذه الرسمة، فعندي هذه الرسمة اللي رسمتها أول، هذه الدالة الأولى تمام، ما بلخبط الألوان. الدالة الثانية قال لي من سالب 5 إلى 5، من سالب 5 إلى 5 مغلق. دحين أجيب المشترك، تقاطع. إيش هو التقاطع؟ التقاطع معناها الأجزاء المشتركة. فين الأجزاء المشتركة؟ هذه الأجزاء المشتركة. فمن سالب 1 مفتوح إلى 5 مغلق. يا رب نحصل الجواب عشان كلنا نفرح. إلى 5 مغلق. بسم الله بسم الله، أهو الجواب. مبروك مبروك عليكم كلكم، جبتوا الإجابة الصحيحة تمام. لو ما فهمتوا عيدوا، رجعوا المقطع وحاولوا أنكم تفهموا ثاني مرة. طيب السؤال اللي بعده، سؤال 4. طولني في ذا السؤال بس إن شاء الله في الأسئلة اللي بعده حتكون أسهل. قال لي إذا الساين تساوي 3 على 5، وهذه ما بين باي على 2، يعني 180 تقسيم 2، يعني ما بين 90 ما بين 180، يعني في أي ربع؟ هنا من 0، هنا 90، هنا 180، هنا 270، هنا 360، يعني في الربع الثاني، في الربع هذا احنا اتفقنا انه نسوي حاجة اسمها STC، معناها انه هنا الساين بس موجبة، هنا التان بس موجبة، هنا الكوساين بس موجبة، عشان كذا هنا طلعت ايش؟ موجبة. فلو بنطلع الكوسيك اللي هي اختها هتبقى كمان ايش؟ موجبة، لانه هي واختها معاها تابعين لبعض. بس لو طلب مني السيك مثلا، او طلب مني الكوساين، او طلب مني التان، او طلب مني الكوتان، كل هذه حتكون سالبة، كل هذه حتكون سالبة تمام يا حلوين. خلينا امسح الشخابيط دي. يلا خلونا نوجد السيك الكوسيك. نحتاج ان نرسم مربع، اننا نطبق نظرية فيثاغورس ونرسم مربع ونرسم مثلث كذا. لا، لانه الساين اختها عكسها، الساين كذا، فالكوسيك تمام ثيتا عكسها 5 على 3، لانه الساين اخت الكوسيك، هم عكسين بعض يعني. فهذا هو الجواب. مرة السؤال بسيط، انا كنت احسب الحين حنرسم فيثاغورس وحنعوض، لكن الله يجزاهم خير بسطوا لنا السؤال. طيب هذا السؤال على درس نيو فانكشن فروم اولد فانكشن، استحداث دوال جديده، شابتر 1 للمشتركين. قل لي if the graph of the function of x is shifted to the right 3 unit. ها قل لي to the right. قلنا انه اي جراف عندي بحوله من فوق لتحت، راح ارقيه فوق او راح انزله تحت، فانا ايش راح اسوي؟ راح العب مع الداله ككل تمام، راح العب مع الداله ككل. بس اذا طلب مني يمين او يسار، فانا راح اروح للاكس جوا وراح احاول اغري الاكس لوحدها، ما راح اقدر على الداله كلها. ضربنا مثال عليه، لو مثلا عندي الداله اف اوف اكس، الداله اكس للقيمه المطلقه، شرحنا هذا الدرس وفصلناه، بس راح اشرحه ثاني مره لكم. لو اني حطيت هنا زايد 3، معناته اني جالس العب مع الداله كامله، الداله ككل راح العب معاها. طيب لو اني مثلا ايش سويت؟ لو اني سويت كذا زايد 3، شوف حطيت الثلاثه مع الاكس، فهنا راح العب باما يمين واما يسار. وقلنا انه زايد ثلاثة حتكون ايه؟ حتكون يسار تمام. هذا الشيء الوحيد اللي كذا كانه عكس. بس لو كانت برا مثلا زايد 3 برا، هذا معناه اب. لو كانت ناقص ثلاثة هذا معناها داون تحت. لو كانت مع الإكس زائد 3 حتكون يسار، ناقص 3 حتكون يمين. حنفهم مع المثال، اللي ما فهم حيراجع الدرس، فصلنا فيه وشرحنا فيه في المراجعة بشكل واضح جدا، وحلينا أمثلة كثيرة جدا. If the graph of the function of x is shifted 3 unit to the right، معناها إنه هذه الدالة f of x، معناها انه الاكس اني ما دام رايت او ليفت حخش للاكس، ما راح اجرؤ اني اتعامل مع الداله، لاني بس خليها يمين يسار. ف 3 يونت تو ذا رايت، رايت احنا اتفقنا انه ناقص 3. بعدين ان شيفتد داون وورد 2 يونت، معناها انه الداله ككل ما راح اقتحم الاكس، لا من برا. داون وورد معناها تحت، يعني سالب 2 يونت يعني 2، معناها هنا سالب 2. Then the new graph of the function become، اذا الجراف الجديد حيكون كيف؟ هذا هو، وهذا هو موجود عندكم هنا تمام. فهمتوا؟ ما دام مع الاكس معناها يمين يسار، برا الاكس معناها فوق تحت، فوق موجب تحت سالب، هنا عكس، هنا يمين سالب ويسار موجب، هنا كذا خلوا الدنيا عكس، انا ماني عارف ليش.
طيب هذه مدينة الملاهي. سؤال 6 أنا أسميه البيس وايس فانكشن، أنا أسميها مدينة الملاهي. قبل ما تخش أي لعبة مثلا اكتب لك إنه هذه اللعبة اللي عمرهم 13 وأكبر. مثلا إذا عمرك أكبر أو 13 سنة تقدر تلعب اللعبة دي، إذا عمرك أصغر من 13 ما راح تقدر تلعب اللعبة هذه، تمام؟ فلو جالنا طفل عمره 12 سنة هل يقدر يلعب أو لا؟ ها لا ما راح يقدر، ما راح يقدر يلعب لأنه أقل من 12 سنة. شفت كيف هذا المفهوم؟ طيب هنا أعطاني بيس وايس فانكشن، أعطاني هذا شرط وهذا شرط، زي ما هنا حطينا هنا شرط وحطينا هنا شرط، تمام؟ وقال لي عمره 2، الولد عمره 2، فهل يحقق هذا الشرط ولا هذا الشرط؟ طب خلونا نقرأ هنا. قال لنا إذا عمر الولد أصغر من أو يساوي سالب 2، أصغر من أو يساوي سالب 2، هل الاثنين أصغر من سالب 2؟ لا. طيب هل الاثنين أكبر، هل الاثنين أكبر من سالب 2؟ أيوة الاثنين أكبر من سالب 2. إذن حطبق هنا، راح أقدر ألعبه هنا، حلعب الاثنين هنا، حقول له 2 بدال الإكس أحط 2، ناقص بدال الإكس أحط 2 تربيع، 2 × 2 = 4، ناقص 2 × 2 = 4، يعني 4 − 4 = 0. شوف الجواب حصلناه 0. شوف كيف المسألة كده، ألعاب، ملاهي، كل المسألة عبارة عن أشياء بسيطة. طيب السؤال اللي بعده سؤال رقم 7، قال لي the given function blah 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 blah، هل هي دالة زوجية أم دالة فردية؟ كيف نحكم هل هي دالة زوجية أم دالة فردية؟ إحنا قلنا لها حالتين، الحالة الأولى حالة الجمع والطرح، الحالة الثانية حالة القسمة زي هنا وحالة الضرب. اللي هنا معايا حالة القسمة والضرب، طيب اللي هنا معايا حالة القسمة والضرب. وصلنا فين؟ أيوة اللي هنا معايا حالة القسمة والضرب. كيف نسوي؟ قلنا نتعامل معها زي ما نتعامل مع الإشارات، زي ما نتعامل مع الإشارات. إذا تشابهت الإشارات موجب، إذا اختلفت الإشارات سالب، تمام؟ الإيفن الزوجي نقول له إشارة موجبة، الأود اللي هو الفرد نقول له إشارة سالبة، ونشوف. طيب يلا نبدأ. إكس أس 5، 5 هذا فردي، إذا نرمز له بإشارة سالبة. ناقص 2 إكس أس 1، 1 هذا إيه؟ 1 هذا إيش اسمه؟ يا ربي فردي، تمام؟ 1 هذا إيش؟ فردي. طيب التسعة ما عندها شيء، مدام ما عندها شيء تكون زوجية، لأنه نفترض أن جنبها إكس أس 0. هنا إيه؟ هنا زوجية، تمام؟ هنا زوجية، فهي الإشارات تشابهت أو الإشارات اختلفت؟ يلا فكروا، واضح البسط سالب والمقام موجب، إذا الإشارات اختلفت، مدام اختلفت يعني سالب، والسالب نقول عليه odd function. شوف كيف المسألة بسيطة، يعني نشوف الأس هنا ما ذكر لي أس، بس أفترض أنه جنبه إكس أس 0، وهذا الإس إكس أس 0 من كتب، والصفر زوجي، تمام؟ طب خلونا نشوف المثال اللي بعده. قال لنا the domain of the following function is، هذه دالة ايه؟ قولوا لي دالة root function صح؟ قربت. دالة ايش؟ rational. ممتاز عليك، هذه دالة كسرية، كنت عارف انك عارف الحل. ايش تساوي؟ ايش الدومين لها؟ ايش يساوي الدومين لها؟ يساوي r عدد أصفار المقام، والمقام عندي هذا هو عبارة عن معادلة تربيعية. يلا بدأنا دحين في الغثاء، نقعد نجيب أرقام ونحلل. x تربيع زائد x ناقص 2 ناقص 2 يساوي 0. طيب أجيب عددين جمعهم اللي في النص وضربهم اللي في الأخير. أنا صراحة أنا دائما إذا جات أسئلة كذا أحاول أغش من الإجابات اللي حاطينها. طيب فين وصلنا؟ ايوه فنقدر نقول انه اول شيء هذا موجب حيكون القوس الاول موجب، اكس موجب في سالب، القوس الثاني حيكون سالب. طيب اقدر اقول 2 في سالب 1، 2 في سالب 1 صح حيساوي لي سالب 2، و2 ناقص 1 حيساوي 1. اذا إننا جبنا الآن هذه الكمية. أجيب هذا وأقول له x زائد 2 يساوي 0،
واجيب هذا واقول له x زائد 1 يساوي 0 عشان اوجد الاصفار اللي حمثلها على خط على خط على خط الاعداد. هنا موجب ما لا نهايه، هنا سالب ما لا نهايه، تمام. يعني هنا عندي x يساوي، حنقول الاثنين هنا الناحيه الثانيه يصير سالب 2، وهنا x يساوي حنقول سالب 1 الناحيه الثانيه حيصير موجب 1، تمام. يعني عندي ايه؟ عندي هنا سالب 2 وعندي هنا موجب 1. طيب دائما دائما ما بين الرقمين يكون عكس علامة الإكس تربيع، تمام. الإكس تربيع هنا موجب، هنا يكون سالب، تمام. أما الباقي حيكون إيش؟ حيكون موجب. أو معليش، هذه الحركة نسويها. الحل مسح صراحة. يا ربي دقيقة خليني أكتبه ثاني لكم. طيب طلعنا إنه أصفار المقام عندي سالب 2 وواحد، نستثني سالب 2 ونستثني 1 بس، تمام. نستثني سالب 2 والسالب 1. القاعدة اللي أنا قلتها إنه دائما اللي ما بين رقمين يكون عكس إشارة، هذا في حالة المتباينات، فحيكون المجال عندي من سالب ما لا نهاية إلى 2، بعدين من 2 إلى 1 اتحاد، من 2 إلى 1 اتحاد، من 1 إلى ما لا نهاية، زي ما هو الجواب موجود هنا، تمام. فدائما في الدالة الكسرية نوجد أصفار المقام، ومجرد أن جبنا الأصفار ونقدر نختصر هذا الحل كله، نقول له R عدا سالب 2 وعدا 1 بس. طيب السؤال رقم 9 ما انتم طالبين فيه هذه السنة، راح اخلي اخر سؤال عشان لا تتلخبط. هو طريقته جدا جدا بسيطة وجدا سهلة. خلونا نروح لسؤال 10، ما انتم طالبين بسؤال 9. قال لي ذا equation of the line passing through the point 1-6 and parallel to the line x زائد 2y ناقص 6 يساوي 0 is. ها اول ما يقول لي the equation of the line، فين القلم دقيقه خليني الحين افهم بدون النقطه. اول ما يقول لي the equation of the line يجي ببالي انه انا لازم يكون عندي شيئين محضرهم امامي، الا وهي النقطه، وهنا اعطاني النقطه جاهزه، اضافه الى الميل اللي هو السلوب، اضافه الى الميل. بس هو هنا ما اعطاني الميل. انا ايش اسوي؟ اوقف ارفع يدي واقول يا دكتور السؤال غلط، ما اعطاني الميل. بس ايش قال لي؟ غششني الله يسامحه. قال لي ايه؟ قال لي راح اعطيك مستقيم ثاني، وهذا المستقيم بارلل للمستقيم اللي احنا نبغاه. يعني ايش بارلل؟ معناه انه هذا مثلا المستقيم الاول، هذا المستقيم الثاني موازي له. لو هذا ميله 6، هذا كمان ميله يساوي 6، لهم نفس الميل، تمام. فلو اني جبت الميل حق هذا، لو اني جبت الميل حق هذا المستقيم اللي غششني به، حيكون عندي نقطه وحيكون عندي ميل، واقدر احل المساله. طيب فايش رايكم نوجد الميل اللي هنا؟ طيب يلا نوجد الميل اللي هنا. كيف اوجده؟ لازم اول شيء احولها الى صيغه اقدر من خلالها يكون الميل لحاله. احسن صيغه اطبق عليها هي قانون الميل ونقطه، واي يساوي ام اكس زائد بي، تمام. فحولها للصيغه هذه، اخلي الواي لحاله في طرف. عندي هنا 2 واي يساوي خليني اشوف يساوي اكس، دقيقه انا ماني شايف تمام. ايوه هذا الاثنين واي، خلينا هنا حننقل اكس وحننقل السالب 6 للناحيه الثانيه، تصير ناقص اكس زائد 6 في الناحيه الثانيه. هنا راح اقسم على 2، وفوق كمان راح اقسم على 2. طيب لحظه، وهنا قسمنا على 2، وهنا راح نقسم على 2، وهنا راح نقسم على 2، تمام. فالاثنين مع الاثنين هذه حتروح، فيبقى لي واي. انا هدفي اني بحولها لهذه الصيغه عشان هذا هو الميل لوحده، واي يساوي ناقص نص اكس زائد 3. الميل عندي سالب نص، يعني انا اداني هذه النقطه وعندي دحين هذا الميل. الميل دحين طلعناه، خليني امسح الشاشه. يعني عندي هذه النقطه والميل يساوي ناقص نص. أقدر أطبق قانون الميل ونقطة، أقول له إيش؟ أقول له كالآتي، أكتب له القانون، y يساوي y واحد يساوي m x ناقص x واحد.
واي ناقص هذا اكس وهذه واي، تمام؟ واي ناقص ناقص 6، لا ننسى الإشارة حق العدد، يساوي الام سالب نص سالب نص اكس ناقص اكس واحد، اكس واحد اللي هو بي واحد اللي هو هذا. طيب في طريقة للحل يعني تقدروا تستخدموها، ألا وهو إنه البسط أضربه هنا والمقام أضربه هنا، تمام؟ هذه الطريقة، بس أنا شايف إننا نقدر نحلها بالطريقة الاعتيادية. هنا واحد زائد ستة يساوي سالب نص إكس، حضرب هذا هنا وحضرب هذا هنا، زائد نص، تمام؟ زائد نص. طيب هو حلها على أي صيغة؟ هو حلها على أي صيغة؟ هو خلى الاثنين في طرف لوحده. طيب فالآن المعادلة عندي صارت واحد زائد ستة يساوي نص، معلش هنا نص، يساوي نص إكس زائد نص. طيب لو حط لي هذا في جواب حيكون جوابي صح، لكن دحين المهارة فين؟ المهارة في إني أنقل وأغير وأحول لما أوجد له الصيغة الموجودة في الإجابة، تمام؟ لما أوجد له الصيغة الموجودة في الإجابة، أنا بأنقل المتغيرات في طرف والأرقام في طرف. فالمتغيرات عندي اللي هي y، حنقول هذا كمان متغير، حنقول هنا يصير زائد نص x يساوي، حنقول هذا الثابت للناحية الثانية عندي نص ناقص 6. فأنا بس سويت حركة بسيطة الآن، ألا وهي إني حطيت المتغيرات في طرف والأعداد في طرف، يعني هذه المتغيرات وهذه الأعداد. طب الأعداد قال لي نص ناقص 6، هذا عدد كسري، لازم أوحد المقام، فأقوم أضرب باثنين بسطا ومقاما، هنا اثنين وتصير 6 ضرب 2 حتصير 12، فأقول له تساوي 1 ناقص 12 ب 11 على 2. وهنا عندي y زائد نص x. طيب هنا شكله بلل 11 على 2، أقدر أتخلص من الاثنين هنا بإني أضرب هنا باثنين وهنا باثنين وهنا باثنين، أضرب كل الحدود باثنين، أو بمعنى أصح زي كذا، شوفوا أيوه، حضرب هنا باثنين وحضرب هنا في اثنين وحضرب هنا في اثنين، فالاثنين دي والاثنين دي حيشيلوا بعض يساوي 11 يعني. والواي ضرب اثنين حيكون لي اثنين واي زائد نص ضرب اثنين بواحد، يعني واحد اكس، ومو لازم نكتب ايش واحد، يعني اكس. بعدين يصير عندنا كالآتي، اثنين واي زائد اكس، أقدر أنقل ال 11 الناحية الثانية، يصير سالب 11 يساوي صفر، تمام؟ بس يا أحبابي هنا لما قلنا واحد ناقص 12 حيساوي سالب 11، تمام؟ حيساوي سالب 11، فالسالب حننقله الناحية الثانية حيصير موجب، تمام؟ يعني هنا خطأنا خطأ بسيط، إنه واحد ناقص 12 ما راح يساوي 11، حيساوي سالب 11 لأنه صغير ناقص كبير، تمام؟ فالجواب عندي هذا هو، فين موجود؟ موجود هنا، تمام؟ يعني أول شيء عندنا 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 النقطة، ما عندنا الميل، نجيب له الميل ونطبق في القانون، واحد ناقص واي واحد يساوي ام اكس ناقص اكس واحد، ومربط الفرس واللي يفرق ما بين الطالب الشاطر واللي ما ذاكر، تمام؟ إنه كيف نلعب، كيف نحول، وهي شوية تلخبط زي ما هنا ايش تلخبطنا، يعني نسينا ان نحط اشارة السالب، لكن لازم تراجع حلك لو مهما كنت مين، لازم تراجع حلك. طيب نروح لسؤال رقم 11، قال لي the slope m and y intercept b of the line is blah 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 blah. طيب اعطاني معادله وقال لي انا ابغى ايش هو الواي انترسبت وابغى ايش هو الام. مو احنا نعرف انه الواي انترسبت اذا جاب لك سيرته اول شيء جيب بالك هذه المعادله ام اكس زائد بي، البي هو الواي انترسبت والام اللي هي الميل، فاحنا حنحول هذه على هذه الصيغه، نفس اللي سويناه في السؤال اللي قبل الماضي، او في السؤال الماضي قصدي. فعندي بخلي الواي لحالها في طرف، هقول له كالآتي، أقدر أنقل السالب 4 للناحية الثانية، أو خليني أحلها بالطريقة الاعتيادية، عندي 3x ناقص 4y
ناقص 12 يساوي 0. تمام، انا بخليه على هذه الصيغه، ابى الواي لحاله في طرف، فاقول له سالب 4 واي، واي شيء مع الواي احاول اني اصرفه. صرفت ال 3 اكس الناحيه الثانيه حتصير سالب 3 اكس، وحصرف ال 12 الناحيه الثانيه، فحيصير موجب كويس سجل، فحيصير موجب 12. طيب دحين كيف اتخلى الاربعة مسكيني بيقعد لوحده، ما هو ناقص احد، فايش اسوي؟ حتخلص من الاربعة، هنا اقسم على اربعة، وهنا اقسم على اربعة، وهنا اقسم على اربعة، فحيشيلوا بعض، حيصير لي واي يساوي جذر سالب على سالب موجب، يعني ثلاثة على اربعة اكس، يا ربي ناقص 12 تقسيم اربعة هيعطيني اربعة. تمام، 4 8 9 10 11 12 حيعطيني 4. لا استغفر الله، ما حيعطيني 4، حيعطيني 3. ايوه انا ايش بي، حيعطيني 3. 9 10 11 12 حيعطيني 3. فالواي